السلام عليكم أصدقائي، إن شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم في فيديو جديد وبوصفة جديدة. اليوم إن شاء الله رح أعمل معكم الرقاقة أو البرقاقة أو المهاميك أو المكمورة، كتير ناس بتسميها مسميات مختلفة. طريقة كتير سهلة وكتير بسيطة ورح نعملها بكل التفاصيل. مثل ما بتعرفوا إنه إحنا بلشنا بسلسلة وصفات رمضان، وهي من ضمن سلسلة وصفات رمضان، هي أكلة مشهورة بجنوب سوريا. رح نعملها بكل تفاصيلها وأكلة كتير كتير طيبة، وإن شاء الله رح تنال إعجابكم. لا تنسوا تشيروا المقطع لأصدقائكم. بحب أذكركم بالفيديو السابق عملنا كمان وصفة من وصفات رمضان اللي كتير طيبة، عملنا الكنافة بالقشطة والكنافة بالجبنة، عملناها بطريقتين على الغاز للي ما عنده فرن، وكمان عملناها بالفرن، كانت كتير طيبة وكتير ناجحة. بعد ما تخلصوا هذا الفيديو لا تنسوا تروحوا تشاهدوا الفيديو السابق، فيديو الكنافة فيه كمان وصفات كتير طيبة لرمضان، عملنا سلسلة كتير طيبة. ولا تنسوا إذا عجبكم هذا الفيديو تحطوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب أو اشتراك بالقناة، هي كبسة حمرة تحت، وأهم شيء تفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة وكل وصفاتنا الجديدة. أول شيء رح بلش بسلق الدجاج. رح أحتاج لعود من القرفة لتقريبا 10 حبات قرنفل، 7 حبات من الهيل، ورق غار، وشريحة من الزنجبيل. سلقت الدجاج، وبعد ما انسلق عندي الدجاج واستوى رح شيل الدجاج من المي واتركه على جنب لحد ما يبرد. بهاي الأثناء رح بلش بتقطيع. عندي هون تقريبا كيلو من البصل، رح قطعه لقطع ناعمة، رح أفرم البصل كتير ناعم. ورح أحتاج كوب من الزيت النباتي، زيت الزيتون، لازم زيت الزيتون بهاي الأكلة، هو أساسي وبيعطي للطعم كتير طيبة. رح نزل عليه البصل اللي مقطعته، البصل رح يكون مو ناعم كتير ولا خشن، يعني رح يكون وسط مشان ما يدوب معنا ويبين بالرقاقة اللي رح نعملها اليوم. بعد ما برد عندي الدجاج رح شيل منه الجلد ورح بلش قطعه لقطع ناعمة، وشيل منه الجلد والعظم، يعني رح سحبه تسحيب مثل ما كن شايفين. رح حاول شيل كل الجلد وكل العظم، ورح خلي الدجاج عندي رح قطعه لقطع صغيرة. هذا الوقت رح ضل حرك البصل اللي حطيته سابقا. هاي الأكلة بتحتاج لبصل كتير، يعني كيلو مناسب للكمية اللي رح أعملها اليوم، لا تستغربوا الكمية لأنه هي بتحتاج لبصل كتير وزيت زيتون كتير. بعد ما تدبل عندي البصل مثل ما كن شايفين معي، رح نزل عليه الدجاج اللي قطعته سابقا. بالنسبة للبهارات رح نحتاج لملعقة صغيرة من الملح والكاري والبهار الماجي وسبع بهارات والفلفل الأسود، وكمان معلقة صغيرة من الكمون، وكمان رح نحتاج ربع ملعقة من الكركم واثنين مكعب من الماجي. رح حاول فتتهم مشان ما يتكتلوا معه، ورح حرك البهارات مع الماجي لحد ما يدوب معي الخليط ويتجانس، ورح اتركه على نار هادية وغطي واتركه على جنب لحد ما يستوي معي. رح احتاج كيلو من الطحين او الدقيق متعدد الاستخدامات، ورح نحط له كمان رشة من الملح او نص معلقة ملح، ورح نضيف المي، يعني ما بيحتاج اي شي بس طحين وملح ومي. في ناس بترش هيك رشة خميرة، بس أنا ما بفضل هذا الشي، بيرجع لكم إذا حابين تزيدوا شوية خميرة شوي، لأنه هي بتنفش الخميرة، فهي أصولها أنها ما تنفش العجينة معنا، لهيك ممكن ترشوا رشة بسيطة بس. المي بالنسبة للمي بتضيفوها تكون دافية، وبتضيفوها بالتدريج مشان وبتعجنوا كتير منيح. رح أعجن تقريبا ربع ساعة أو تلت ساعة، رح أعجن كتير منيح، والمي بتكون دافية وبضيفها بالتدريج. بعد ما عجنته تقريبا ثلث ساعة هيك صارت جاهزة معي العجينة، عجنتها كتير كتير منيح، ومثل ما قلتلكم ضفت المي بالتدريج وعجنتها كتير منيح. هلا رح بلش بعمل الصينية. رح حط بصينية عندي زيت زيتون، هاي الأكلة مثل ما ذكرت بتحتاج زيت زيتون كتير، وما بصير زيت تاني، يعني هي أصولها بزيت الزيتون. رح نحط سمسم من تحت على الصينية، ورح نحط مكسرات، حطيت كاجو ولوز، بتقدروا تحطوا مكسرات، بتقدروا تستغنوا عنها، هذا الشيء اختياري. بالنسبة للعجين رح صير كوره بهذا الشكل، وحط الكرات على جنب لحد ما ترتاح، هي ما بتحتاج انها ترتاح لانه ما في خميرة، انا بكورها وهيك بتكون ارتاحت تقريبا 5 أو 10 دقايق وانا قاعد عم كورها لقطع.
مدورة. رح أعمل تقريبا من 10 ل 12 طبقة حسب أنتو الكمية شو بتعمل عندكم أو حسب الصينية وحجم الصينية. هلأ بعد ما صارت جاهزة معي الكرات مثل ما لكم شايفين، رح أتركهم بس لمدة 5 دقايق يرتاحوا، ورح بلش بالمد، يعني هن ما بيحتاجوا أنهم يرتاحوا كتير. هلأ رح حط على رف نظيف عندي زيت زيتون، ورح بلش مد العجين معي بزيت الزيتون. بدي تلاحظوا بهذا الفيديو كيف العجين عندي سلس رغم أنه ما فيه أي شيء، ما نمع يعني كتير كتير سلس وكتير ناجح معي لأني عجنته كتير منيح وعملته بمي دافية. هون معي الشوبة كمان رح ادهنه بزيت الزيتون ورح بلش مد العجينة. بالنسبة لأول طبقة اللي أنا هلا عم ساويها معك هون ما رح رفعها كتير، ما رح خليها كتير رفيعة، يعني رح تكون سميكة اللي هي الطبقة اللي رح تكون من تحت واللي هي ببداية الفيديو شفتوها موجود عليها سمسم، هيك هي الطبقة من تحت لأنها رح تقرمش معنا، فهي رح تكون سميكة شوي عكس باقي الطبقات اللي رح نخليها من جوا. رح احاول مدها كتير كتير منيح من جميع الاطراف، ومثل ما لكم شايفين بسم الله ما شاء الله العجينة كتير سهلة وسلسة معي، يعني مدت معي بكل سهولة وانا ما عم سرع الفيديو ابدا، يعني الفيديو على بساطته مشان بين لكم العجينة، وهذا هو القوام المطلوب، شيء انه بين اصبعك هون من تحت العجينة، هيك بدي السمك يكون. هلا رح شيل العجينة وحطها فوق السمسم والمكسرات اللي حطيتها، هي الطبقة الأولى تعتبر، ورح شيل الزايد من الجوانب كرمال ما تعجن معي أو تكون الطبقة معجنة. مثل ما لكم شايفين رح حاول شيل كل الزايد من العجين مشان ما يعجن معكم الطبقات. وبالنسبة للطبقة الأولى بس رح نحط لها زيت زيتون، يعني ما رح نحط الحشو بالطبقة الأولى، يعني بين الطبقة الأولى والطبقة الثانية رح يكون موجود بس زيت زيتون. وهلا رح نبلش بمد الطبقة الثانية اللي هي رح تكون بعد الطبقة الأولى اللي بينهم بس زيت زيتون، ما حطينا أي حشو، ورح ارجع فرجيكم كيف مديت العجينة كمان بكل سهولة وبكل سلاسة. طبعا كمان احتاجت زيت زيتون كرمال ما تلزق معي العجينة، يعني هي العجينة ما بتحتاج طحين، في ناس بتمدل بالطحين، هي طيابتها ولزازتها انها تتغلغل بزيت الزيتون كرمال يبين معكم طعمه، كتير رح تكون طيبة وكتير لذيذة، وهي انا من الوصفات اللي انا كتير كتير بحبها وبفضلها. هي بعد ما مدينا الطبقة كاملة، طبعا هاي الطبقة رح تكون أرق وأرفع من الطبقة اللي قبلها، قلتلكن الطبقة الأولى رح تكون أسمك من الطبقات الثانية. هلأ رح حطها فوق طبقة الزيت الزيتون، وكمان رح شيل كل الزايد من العجين. هاي بعد ما حطينا الطبقة كاملة وشلنا طبعا الزايد مثل ما لكم شايفين، ما تخلوا الزايد أبدا، هذا الزايد طبعا ما رح ينكب، رح نتركه ورح نحط آخر طبقة من هذا الزايد، كل العجين الزايد ما رح ينكب اي شيء منه. وهذا هو احلى شيء بهي الوصفة، انه اي عجين بيزيد بتقدروا تعملوه طبقة تانية، وكل ما زادت الطبقات كل ما كانت الرقاقة اطيب واطيب. هلأ رح رصها بهذا الشكل ورح زيد لها الحشو. هلأ هون رح نبلش بكل طبقة نحط حشو الدجاج مع البصل، وكمان بكل طبقة رح نزيد لها كمان زيت زيتون. طبعا الحشو لا تخلوه على الأطراف كرمال ما يحترق معنا، يعني خلوه بالنص، خلو الطرف هيك تقريبا سنتي أو سنتي ونص مو واصله الحشو. هلأ رح نبلش كمان بالطبقة اللي بعدها، ومثل ما لكم شايفين رح نحط زيت زيتون نحاول نغلغله بالعجينة ورح نبلش نمد، وهيك لحد ما تخلص معنا الكمية. حاولوا تشيلوا كل الأطراف إذا بدكم بالسكينة أو بس تحطوها بال صينية تشيلوا الأطراف، هذا الشي بيرجع لكم. وهلأ رح نكمل كل الأطراف أو كل الطبقات مثل ما قلت لكم، رح نحط بين كل الطبقات الحشو ورح نزيد له كمان زيت زيتون ورح نعمل طبقات العجين. مثل ما لكم شايفين معي بالكاميرا بس بالفيديو غطينا كل الحشو، هلأ كمان رح نرجع نكرر كل الخطوات، حشو زيت زيتون طبقة عجين، وتحاولوا تغطوا كل الأطراف. هلأ بعد ما عملت تقريبا 10 أو 12 وحدة
من الطبقات، رح اغطي اخر طبقة مثل ما لكم شايفين ورح شيل كل الزايد. قلت لكم هذا الزايد ما رح ينكب، رح استخدمه لاخر طبقة هلأ بتشوفوها معي، هاي الطبقة ما قبل الاخيرة. هلا رح نحط بالطبقة اللي هي ما قبل الأخيرة بس زيت زيتون مثل ما كنا بأول طبقتين. هلا رح أقطعها بالسكين مثل ما لكم شايفين، يعني إذا تقطع معكم العجين شوي وأنتوا قاعدين عم بتمدوه هذا الشيء ما بيأثر بهاي الأكلة. ليش قطعنا هاي التقطيعة؟ لا، مشان كل طبقات العجين تستوي معنا. بعد ما قطعناها بهذا الشكل، هاي الخطوة كتير كتير أساسية. هلأ بالنسبة لهذا العجين اللي انتو عم بتشوفوه، هذا العجين الزايد كان بين الطبقات، هلأ رح مده كتير منيح ورح تكون شوي سميكة معنا، ورح شيلها وحطها فوق الصينية. هيك هاي تعتبر آخر طبقة بصينيتنا لليوم، ورح نحاول نغطي كل الأطراف. آخر شي رح نضيف لزيت زيتون ونحاول نعملها ثقوب مشان تستوي معنا كتير منيح. هلا تقريبا حطيتها بالفرن لمدة 3 ارباع ساعة، اخذت معي على درجة حرارة 180 درجة واستوت معي كل الاطراف. هلا رح اقلبها قدامكم وفرجيكم كيف الطبقات طلعت معي وكيف الاستوى تبعها. هاي الصينية بعد ما قلبتها ليكو بسم الله ما شاء الله التأميرة، اخذت معي بالضبط 3 ارباع الساعة. ضلكن انتو راقبوها بالفرن، بس تبلش تحمر من تحت اعرفوا انها هي تقريبا بلشت عم تستوي. بتحتاج تقريبا من نص ساعة لثلاث ارباع الساعة حسب الفرن عندكن. وهي النتيجة النهائية ليكو بسم الله ما شاء الله، الطبقات بتجنن عن جد، كانت لذيذة كتير كتير كتير، وطبقات العجين كانت كتير رفيعة مانها تخينة او تقيلة على المعدة، كتير طيبة ورح تنال اعجابكم. وبتقدروا تاكلوها مع سلطة او مع لبن رايب، كتير طيبة ورح تنال اعجابكم. بتمنى تجربوها بوصفات رمضان، وان شاء الله كل عام وانتم بالف الف خير لكل حدا عم بيشاهدني، وبتمنى تشاركوا بصفحتنا، والف صحة وهنا وبس.